السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خاوتنا، أهلا وسهلا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. بارتاجيونا اللايف خاوتنا، ربي يحفظكم. بارتاجيونا اللايف باش تلموا خاوتنا بربي إن شاء الله يا ربي يا كريم. نهار تاع رقاد مسحبه ونو تصبوا الدعوه هاك مقلوبه كاع، الواحد يقول في دارو خير. الور 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 بارطاجيو لنا اللايف خاوتنا، ربي يحفظكم. بارطاجيو لنا اللايف. بارطاجيو لنا اللايف خاوتنا. جينا نحكوا على القضية، مزلنا غير في القضية الجالية بعد 60 سنة، مزلنا نلمو في الشمل، لم الشمل تشتتنا أكثر من اليهود، باسكو بني إسرائيل ربي يحكم عليهم الشتات 40 عام. تيه هذا كيسموه تيه، تاهو في صحراء سيناء 40 عام، حنا 60 عام ومزلنا ما تلميناش. 60 عام، بعد 60 عام لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألور لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربي يا كريم. بارطاجيونا اللايف خاوتنا، ربي يحفظكم. بارطاجيونا اللايف خاوتنا، ربي يحفظكم. درنا بارطاج. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عبد رمضان مرحبا بك هنا، أهلا وسهلا. بارطاجيونا اللايف الماكسيموم خاوتنا، ربي يحفظكم. خلي خاوتنا يطلعوا. كاين واحد الأمور ما على باليش أنا، والله ما على بالي، أنا مانيش عايش في فرنسا، بون نعرفش فرنسا مليح. و بون بصح كاين عندي اصدقاء تما، يعني ناس فاهمين السياسه الفرنسيه مليح وعارفين لي تريك تما، واش راه قاعد يصرا واش ما يصراش في فرنسا. بو خبروني حوايج والله العظيم غير بنادم مخو يحبس. قالك اللي قتل هذا نايل ربي يرحمه ويوسع عليه، هو اصله جويف وصديق المير نتاع باري، صديق المير تاع باري، هذا اللي يسموه لوران لوناس، لوران لوناس، وسي جويف يهودي جزائري من يهود الجزائر. لوران لوناس المير تاع باري هو يهودي جزائري، وهذا اللي قتل نايل ربي يرحمه 6 جويف في ماروكا، يهودي مغربي. لكن المشكل انهم يعرفوا بعضهم مليح وعندهم علاقه مع من؟ مع زيمور. زيمور هذا اللي كان مرشح روحه للرئاسيات، وعندهم علاقه مع ماكرون، لان ماكرو على حسب ما حكاو لي، انا ما نفهمش الامور تاع فرنسا بزاف باسكو مانيش ساكن فيها، مي ماكرو اللي جابو للحكم هو اتالي، وجابوه في بلاصه الون مونبور اللي كان راح يحكم فرنسا، ارلون مونبور هذا عنده مو وهرانيه من الجزائر، جزائريه، امو جزائريه، كان مترشح للرئاسيات. ابا اتالي هذا حكينا عليه من قبل، الحكومه تاع اتالي هذا هو قاعد كيما خالد نزار تاع الجزائر، توفيق قاعد كيما توفيق وخالد نزار في الجزائر، هما اللي يجيبوا الرؤاس، هما اللي ينحوا الرؤاس، هما اللي يديروا كلش، هما اللي يسيروا فرنسا. أطالي هذا هو اللي يقرر شكون اللي يكون رئيس وشكون اللي ما يكونش رئيس، قاعد كيما الدولة العميقة كيما خالد نزار وتوفيق وجماعة المخابرات في الجزائر. ألور كي داروا الرئاسيات، نورمالمون أرلون مونبور هو اللي كان راح يحكم فرنسا، مي كي أطالي ما وقفش مع أرلون مونبور، وقف مع ماكرون، جابوا ماكرون لأسباب
اسباب ان ماكرون، وانا نقولها لكم، غبي 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 جدا. شافوا حمار كي شافوا ارلون مونبور. ارلون مونبور ذكي، ما قبلوش يكون رئيس، لانهم عرفوا بلي ما يقدروش يحكموا فيه، ما يقدروش يمشوا المخططات نتاعهم. الور جابوا ماكرون. ماكرون لي فاسيل دي غيدي، يعني سهل باش تسيروا، يسيروه كما يحبوا. الور درك اتضحت باللي القتل تاع نائل ما هو الا جزء من مخطط كبير، مخطط كبير، مخطط كبير كبير بالبزاف، مخطط كبير. وبقيت نرجع في الذاكره تاعي امور، بس كنت هضرت على المشكل هذا تاع اللي راهم حاكمين في فرنسا، حكومه اطالي، كنت هضرت عليها من قبل في لي لايف تاعي في الفيديوهات. بو انا ما عنديش علم عليها، باش ما تقولوش هذا راه محلل سياسي كبير وانسان داخل في السياسه، نو. انا عندي صحابي ناس نعرفهم ما شاء الله، يعني يهضروا لي الامور هادو، عايشين في فرنسا سيكونتان، يعني 50 سنه و 30 سنه و 40 سنه، وداخلين في هذا الميليو تاع السياسه، بون يفهموا الامور، فاهمين الامور بيان. زادوا قتلوا حراق في بلجيكا، على بالي سمعت بها في بروكسل، في بروكسل جبون، في بروكسل زادوا صارت ديغا. بصح بالصراحه انا سمعتها، بصح مازال ما تاكدش منها خونا ستارسكي، ما تاكدش منها، ما نكذبش على خويا. انا سمعت شفت فيديو كيما هكذا، بصح والله ما تعمقت في الموضوع. خلينا نشوفوا الساعه تاع فرنسا هذا، ومن بعد نرجعوا لهذاك الامر، وبربي ان شاء الله بشويه بشويه تبان الامور. بون قلت لكم عندي صحابي ناس نعرفهم، يعني بيان عايشين في فرنسا 50 سنه و 40 سنه، يعني فاهمين السياسه وفاهمين الامور كيفاش تمشي، والناس مطالعين على هذه الامور، يعني كيما نقولوا حنا الناس دارسينها بعمق. وعليكم السلام خونا الحريه الجزائر. الور دركي بقيت نرجع في الامور، لقيت باللي الشيء اللي قلته لكم من قبل في لي لايف تاع اليوتيوب هضروه لي ناس ما جبتوش من عندي. انا مانيش سياسي كبير، يعني باش نقول نفهم الامور، ديجا انا الفرنسي ما نهضرهاش مليح، مي الهضره اللي هضروها لي ظهرت صح، باللي درك لي جويف حبوا يخلطوا فرنسا، يخلطوها. علاش؟ لان المهمه كملت، كملت المهمه بالنسبه لهم فرنسا دركا. با نيسيسير، كانوا حاكمين فرنسا متحكمين في كيما نقولوا حنا في السياسه الفرنسيه، لانهم كانوا يخدموا بفرنسا بلو نو دو لو فرونس، يخدموا بها، يخدموا باسم فرنسا، يخدموا بالفرنسيين بلا فرنسا، كانوا حاكمينها اوتاج ويخدموا بها، بها استعمروا دول إفريقية، بها قتلوا الناس، بها نهبوا هذيك البلدان. درك خلاص كملت، بسك كما يقول لك في إفريقيا ما بقات لهمش بلاصة تقريبا، يعني ما بقات لهمش بزاف لي فرونسي، فرنسا ما بقات لهاش بلاصة كبيرة في إفريقيا، حتى لي زافريكان وخلاص، يعني كما نقولوا حنا البلدان اللي كانت مستعمرة من فرنسا خرجت، فرنسا خرجوها كثير من الدول، خرجت منها فرنسا، خرجوها بالقوة كاع. بون تفضحوا، خرجوهم من سير 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 إيز إياس يا ودي، راك باين منهم تاني بني قردون يا ودي، وفقنا بكم صاي، سب ولا طيح لا دير واش تحب، عرفناكم باللي نتوما لي جويف قاعدين تخلطوا برك وصاي، بصح خلطوا في العرق اللي ما تقدرولوش، درك خلطوا في واحد العباد ما تقدرولهمش، وحنا اللي نقشروا عليكم هذاك، نحوا عليكم هذاك الغطاء، نفضحوكم كاع، من بعد خلاص خلاص ما يبقى لكم حتى حاجه. المهم ساب برك، مش مشكل، ساب نهاركم جاي ان شاء الله. ما سيدا كابو، وعليكم السلام، والله الحمد لله، نحمد ربي. الور درك اللعبه بدات تبان، كي استعمروا الدول الافريقيه باسم فرنسا، واستخدموا الفرنسيين، واستخدموا يعني كيما تعرف العقليه تاعهم، عمرهم ما يجيو كفاس فاس، مي دائما يستخدموا حاجه اخرى، هما هكا هادو هما معروفين،
ولا يقاتلونك إلا من خلف جدر، لازم دايما متخبيين ويحاربوك من بعيد لبعيد، يديروا غير النميمة والفتنة، هذيك هي القضية نتاعهم. هما هكذاك باش يواجهوا ما يقدروش يواجهوا، ما هي الفتنة، يتخباو دايما ورا حاجة ويواجهوك بهذيك الحاجة. الور استعمروا فرنسا هكذاك ودمروا وقتلوا وداروا داروا، مي درك فرنسا بالنسبة ليهم شايفيني كارت محروق، كارت محروق. درك السلام عليكم. السلام عليكم. الله السلام يسعدك عليكم خونا محمد، واش واش راك راك؟ اي الله اش عايزك؟ يسلمك. ما تلاقيناش يا محمد، انا نسلم عليك. عيدك مبروك وكل عام. انا بعت لك عيد مبروك وانت ما ريبونديتش. انا جيت ديرك، انا جيت ديرك في الدار. انا يا روح احنا على حد ناكس بريك ناكس بريك. انا جيت ديرك في الدار، انا جيت ديرك في الدار باش ناكل الكاطو. مرحبا ناكل مرحبا. الكاطو انا والله باللحم. ما عندي لا لحم لا قاطو، بصح مرحبا بك، الجود بالموجود، مرحبا بك. قلت له ما عندك لا قاطو ولا لحم في البلاد؟ عايش في البلاد ولا عايش هنا؟ ايه بس حنا شكون راح يطيب لي القاطو؟ انا ما نعرفش نطيب القاطو، واللحم انا ما عيدش ده غلط مثلنا مثل الناس. انا كنا زمان في البلاد ما عندناش القاطو ولا لحم. انت هنا كاين نورمالمون مش على هذيك بصح دروك انا من كنت برا، من برا قالوا شنو يعدل يديروا. اي معلش داك لاباس يا محمد. والله الحمد لله توما لاباس والله انا كنا مروحين من باري على بالك. ما شاء الله. والله كنت متمني نكون معكم الا غالب. الله غالب عشان نوريك واحد السيد بالك تعرفه ولا ما نعرف. ما نعرف تعرفه ولا اللي نسيته؟ مساميك عشان نعرفه هذا. نعرفه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا وعرفتم عرفتك من صوتك ما شاء رحمة الله. الهضرة دي من التلفازو. راكم مليح يا محمد؟ والله انسى الحمد ربي. انتوما لاباس؟ اسمع اليوم مسكين كان معنا مراد كي شتوت كاكيتك، ما اللي قلت يا طاح وقع وقع كان برصا في النار. ربي ربي يحفظكم ان شاء الله. والله العظيم الله. والله كانوا الناس بزاف ولا جاوا الناس بزاف؟ جاو كاين شويه، هما كانوا قال لك باللي ما يديروهاش، كانوا يراهنوا قال لك ما يجوش كاع وجاو. ولا واحد السيد راه قال لي وتحداوا وداروها، جاو من بلجيك، جاو من اسبانيا، جاو من الانجليز. الله امالك اكبر. سما خصيت غير انا. لا ما تعرف اسمع، جاو والله لا جاو واحدين بقى اون بان تاع اسبانيا، ذاك مراد وجماعته هذيك سونيا. الحمد لله من ستراسبور من مات احنا زوج. الحمد كاين لله تعب شويه والله العظيم، يعني ما شاء الله جاو ناس. تاع ليون تاع الالمان تاع برلين الله جاو برلين. يبارك الله يبارك ان شاء الله ربي يزيد. الله يبارك. المهم اسمع، ما نخلولهمش الساحه فارغه. جامي 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 جامي. والله انا لا الله غالب يبارك. يعني ما قدرتش والله، ما لا غالب. حتى اللي مولي معاه مسكين ما عنده، قال لي ما كم هو تجاب معاه المراه والولاد، قال لي ما قدر راح يدي المراه والولاد، ما نشرح نركب معاه. بون لا غالب معليش، مره اخرى ان شاء الله ان عزاز شاء ليا الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء انت الله. ببلاصتك وبزاف، انت ببلاصتك غير لي لايف وبزاف. لا لا انا هو لا حبيت نجي، يعني حبيت نحضر اي مره في هذه ان العمل شاء الله. بس على المره الجايه ان شاء الله. يا وراك تحارب انت يوميا، الله ربي يكون معك. الله يسلمك وربي يبارك فيك ويعطيك صحتك وربي يحفظك. الله وش هو يحسن. الموضوع؟ وش هو الموضوع محمد؟ تعرف انت شكون؟ وش هو الموضوع؟ تعرف شكون يقولها؟ وش الموضوع؟ وش الموضوع؟ شكون يقول هذه؟ شكون يقول لك وش هذا الموضوع؟ سؤال تعجيزي، سؤال تعجيزي هذا. وش الموضوع؟ طب وسبع الموضوع، وش الموضوع؟ يطلع ايه الموضوع تاع ابو صبعي؟ محمد يسمع من بعد يجي يقول لك وش الموضوع؟ ايه ما يدور عليك ليلي غربه، يقول لك شنو هو الموضوع، يحب يخلط لك الورق. السلام عليكم محمد. يجب ان نسلم عليك ونعيد عليك ونقول لك بركه. ربي يحفظك مبروك وكل عام وانت بخير. راه فوتنا مليح الحمد الانطلاق لله. باري عدت بيان الحمد لله يا ربي، ولا الله انا مروحين ونخليه لك هضر. ما عندك ما تخليش نهضر يا مهم، تاكد بدا في هضرك ما تحبسش سي فرافي نقعد نروح برك في الامان. ربي يحفظك ان شاء الله ويعيدكم مبارك. ربي يوفقك ان شاء الله. اللهم امين جميع ان شاء الله. ربي يحفظكم ان شاء الله وفي رواحكم. امين ان شاء الله. صح. السلام عليكم خويا موح. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته خويا، واش راكم لاباس؟
والله لا باس، لحقتك قبيلة جيتك تقول فرنسا سما خرجوها من لافريك. هما قاعدين يحاربوا فيها في افريقيا، في افريقيا راهم يحاربوا فيها محاربة رهيبة باش يخرجوها. تسمى شوف تفضحت فرنسا، تفضحت درك تشوف شوف فرنسا. نعم خويا مح، النظرة تاعي بالك تختلف عليك شوية. ممكن. شوف فرنسا من البكري مفضوحة، من البكري شوف والله، وفرنسا ترفض روحها وتروح مور الماريكان، غير عندها الجماعة المرتزقة تدي لها دراهمنا وين كانوا، وين كانت تديهم لها. بعض البلدان راحت فيها طريقة في النفوذ الروسي تاع فاغنر، هذيك حاربوها باسمها. على با شوف، هي درك شوف، فرنسا لو مومون هادي وقبل 10 سنين سي با لو ميم شوز. شو وي راني معاك، بصح ماشي شغل درجة كيما نقولوا احنا تحرروا البلدان، لا تحرروا من فرنسا لا راحوا شوف، لبلاصة أخرى. سامحني، كثير من البلدان وين فرنسا خرجت فعلا تحروا، وخاصة دول إفريقية كثير كما فقدت فيها. ناميبيا يا أستاذ، درك قضية ناميبيا ولا توغو ولا الزاير ولا كونغو ولا غيني، ما يهمش وين، مي فقدت كثير من البلايس، البلدان اللي كانت هي مستعمرتهم، وي فهمتني؟ فقدت صح، انا معاك، انا معاك في هذه. وي بزاف بزاف دي بوزيسيون، وخاصة بدخول فاغنر. لما دخلت فاغنر ايه ودخلت الصين، فرنسا خسرت بزاف مراكز ومناطق في إفريقيا كثير، من حتى الافارقه كيما نقولوا، حتى لي زافريكا، لي زافريكا فاقوا بهذه اللعبه، راهم يحاربوا فيها محاربه كامله. يعني حتى داخل فرنسا درك كشفت اللعبه، اللعبه تكشفت. واش تكشفت عن اللعبه عند الفرنسيين؟ الفرنسيين درك فهموا باللي لا راهم يحكموا فيهم سي با دي فرونسي، فهمتني؟ فهمتك فهمتك. درك حتى الفرنسيين لي كيما نقول حنا لي فرونسي داخل لا فرونس، شغل درك انتشرت بيناتهم الفكره، وفهموا باللي اللي راهم يحكموا فيهم سي با دي فرونسي، وما راهمش يخدموا المصلحه الفرنسيه، راهم شغل يخدموا باسم فرنسا بصح ما راهمش يخدموا المصلحه الفرنسيه. فهموا باللي درك الشعب الفرنسي، انا مش نقول لك درك الكل فهموا، مي ليدي كيما نقول لك الفكره راها تدور عند الشعب الفرنسي، راها تتوسع، راها تنتشر. باللي درك شوف باللي فرنسا راها دارت الشر في دول اخرين، دمرت وقتلت ودارت ونهبت وسرقت، مي لي فرونسي ما ربحوا والو. لي فرونسي عندهم مديونيه، عندهم مشاكل داخليه، عندهم مديونيه في البنك العالمي، عندهم مشاكل داخليه، معظم القطاعات في فرنسا لا تملكهم فرنسا، الشركات والمؤسسات، معظم المؤسسات الفرنسية لا تملكهم فرنسا، مأجرتهم لشركات كبرى، على رأسهم لوتوروت مثلا على سبيل المثال. لوتوروت هذه اللي راك تخلص عليها، اللي تفوت تخلص عليها، هي أصلا مأجرينها لشركة كبرى، كثير من الشركات الكبرى الفرنسية مأجرينهم، راهم كيما نقولوا احنا مدارين دي كونترا مع شركات كبار، شركات اخرين مش فرنسيين، فهمتني؟ فشوف شاف قال لك احنا يعني درك لو قدر الله يعني فرنسا تخرج من الدول، من بعد كي تولي المحاسبه شكون اللي راح يتحاسب؟ يتحاسب الشعب الفرنسي باسم الجرائم اللي دارتها فرنسا في الدول الاخرين. تسمى هادو اللي خدموا باسم فرنسا وقتلوا الشعوب باسم فرنسا ونهبوا باسم فرنسا، مش معناها انا اقول لك لي فرنسي ما راهمش مشاركين، كاين بزاف دي فرنسي مشاركين، مي كشعب، نهضر لك كشعب فرنسي، كشعب فرنسي بداو يفهموا بلي درك من بعد المواجهه مع من راح تكون مع الشعوب اللي فرنسا استعمرتهم واستعبدتهم، واللي راح يدفع الثمن هو الشعب الفرنسي، فهمتني؟ مي درك انا درك شوف، خلينا نهضروا على قضيه نايل باسكو بديت بها. درك كيربطوا الامور، لقاو باللي هذا الشرطي اللي قتل نائل هو اصلا يهودي مغربي، والمير نتاع باريس هو يهودي جزائري، واللي لم الدراهم
لهذا الشرطي المغربي اللي دار لاكسيون لا كانيوت باش يلموا العائله تاع هذا الشرطي اللي قتل الجزائري سي زيمور. وزيمور ان جويف الجيريان يهودي جزائري. ايه على بالي يا بون بقات تشاركي لي بغير اليهود سواء اسمها لوبي يهودي. الور اللعبه هذه اللي داروها دركا هذه نائل كيما نقولوا حنا مسكين جات فيه برك هما دايرينها دايرين باش داروها من قبل لمن داروها الالمان هذا اللي كان حاكم الوالي تاع باري باش يخرجوه ويجيبوا هذا لورون لوناس اللي راح حاكم دروك. داروا مشكل في واحد الستاد داروا ديكرين في الستاد صارت مشكل كبير في الستاد هما اللي بروغراموا هذاك علاش باش ينحوا الالمان ينحوا هذاك المير تاع 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 باري باش يجيبوا في بلاصتو لوران لوناس وصلحت لهم ودرك راهم داروا لاكسيون هذه هما درك حابين يوصلوا للانبيك يخلطوا فرنسا بين المسلمين ولي فرنسي باش يحرقوها كاع وتسمى هما ينسحبوا يجبدوا رواح يخلوها تنحرق ويجبدوا رواح فهمتني فهمتك سي سالي بيتلان يخدموا عليه. انا قضيه تاع فرنسا ما نتبعهاش بزاف ما نكذبش عليك مانيش داخل في السياسه بزاف قدي قد روحي راني في البلاد راك تعرف راني على بالي بصح دروك انت تتخيل باللي هذا الشرطي قتل الطفل ها شرطي قتل الطفل بون علاش زيمور يجمع له والله يدير لاكسيون باش يجمع له 600 مليون اورو. سمعتها قبيله ولا غير ما فهمتش وتلام يتجمعوا له هذا معتدي ماشي ضحيه اي بصح اللي درك تبع لاكسيون شكون اللي دار لاكسيون هذه تاع تجمعوا له دراهم شكون ما هو هالو بوان لو كان داروها باغ اكزومبل الزملاء نتاعو لو كان دارها اي واحد بصح باش يديرها زيمور اللي كان اصلا مترشح للرئاسيات وتعرف اللي زيمور ستان جويف الجيريان ومن بعد جويف الجيريان وي وتكتشف ان هذا الشرطي هو ان جويف ماروكا وتكتشف ان الوالي تاع باري سي تان جويف الجيريا الو تعرف باللي اللعبه تاعهم بيناتهم سي بيناتهم سي تان كيما يقول لك راها خديعه بيناتهم الو رامي خطوا الحاجه حاجه 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 اخرى هما ما يديروش حاجه غير هكذاك برك سي با كوم سا خبث فيهم الخبث الخبث المكر والخبث خرج منهم المكر والخبث الور كيديروا حاجه ما يديروهاش غير هكذاك هما يديروا حاجه هنا بصح من بعد تطرطق من ايه كاع خويا بارك الله فيك خويا بارك الله فيك والله قصره معاك الله يحفظك وبارك الله فيك والله تيز فتني هذه معلومات والله خويا مرحبا بك وربي يحفظك السلام عليكم وكثر خيرك صحيت وربي ينصرك ربي ينصرنا جميعا ان شاء الله ربي يحرر بلادنا الله يعزك خويا صح صح السلام عليكم المهم خاوتنا هالور درك احنا حبينا نفهمو انا من رايي الجاليه الجزائريه في المهجر خاصه في فرنسا لازم تتوحد على كلمه واحده لازم تكون عندكم قياده سياسيه تفكر في الامور قبل ما تدير اي حاجه لازم تكون عندكم الجانب الاقتصادي لازم يكون عندكم الجانب القانوني لازم يكون عندكم الجانب الاقتصادي الجانب السياسي لازم تديروا حاجه كيما هاك لازم علاه راني قاعد نقول لكم هكذا شوفوا هما كيفاش خدموها كيفاش استحوذوا على فرنسا كيفاش استحوذوا على القرار في فرنسا كيفاش سيروا الامور كيفاش راهم يخرجوا هما يخرجوا في ديجون يهضروا بلا ما يفهموا يخرجوا يهضروا هكذا برك البوليسي قتل الطفل دون زان 5 مينيت 2 مينيت راحوا داو مرت وولادو خباوهم مرت البوليسي ولاد البوليسي داوهم خباوهم هربوهم
هذا يبين لك باللي لي ان شوز بروغرامي، كانوا دارسين كلش، كانوا مخططين لكل حاجه، كانوا مخططين لكل حاجه. هذه مش جات صدفه، البوليسي ما حبش نائل غير هكذا برك، هي جات في نائل، ربي يرحمه ويوسع عليه، ربي يرحمه ويوسع عليه، هي جات فيه بصح، ما جاش فيه باراكسيدونس كيما يقول لك هكذاك برك غلطه، البوليسي كان فايت شاف طوموبيل، نو 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 نو، كان شيء مدروس، كان شيء مخطط له، كان شيء مدروس ومخطط له. لوين حابين يوصلوا سي سا لو بوان، هذه هي النقطه اللي لازم نفهموها، لوين راهم حابين يوصلوا، لوين راهم حابين يوصلوا، هذه هي النقطة اللي حاب نفهموها. ولهذا خاوتنا قلنا لكم شوفوا فهموا مليح، خاوتنا خاصة الجالية اللي في باري ولا في فرنسا بصفة عامة، اللي في فرنسا بصفة عامة، الآن الآن في هذا المومو، في هذا المومو، أو احنا ودايما روطار نوضو على 12، نحب نروح نسوقو على باليش، علاش نسوقو على 12 تفرق السوق وحنا رايحين. حبيت نتمنيت، تمنيت احنا كجزائريين، كجزائريين تمنيت ان تكون عندنا خطوات استباقيه، سكيف يدير نديروا حاجه اللي تنفعنا من بعد، ونديروها كيما نقولوا استباقيا، يعني نسبقوا الاحداث، نسبقوا الاحداث، كي تسبق الاحداث تولي انت تخطط للاحداث، انت اللي ترسم طريق نتاع الاحداث اللي راح تجي، ما نبقاوش اون اريير دائما نستناو حتى الحاجه تصرى باش نروحو نجرو نبداو نرقعو، حتى تصرى الحاجه باش نروحو نجرو نرقعو، نو لازم قبل ما تصرى الحاجه نكونو حنا اللي رسمنا لها انها لازم تكون هاك. تنتمنى حاجه كيما هاك، نتمنى من الجاليه الان عندكم، عندكم دي شونس، عندكم فرص واحد ما يقدر يتخيلها، عندكم دي شونس يعني فرص ونقاط قوة واحد ما يقدر يتخيلها لو كان تستغلوها مليح، لو كان تستغلوها مليح، لو كان تستثمروا هذا النقاط اللي راه موجودة الآن على الساحة، لو كان تستثمروا فيها راح تنجحوا، راح تنجحوا، راح تنجحوا فريمو، راح تنجحوا. ما الا بقيتو غير هكداك تسناو كل مره دور الضحيه، تسناو لو بروشان اكسيون يقتلوا مرا ولا يقتلوا راجل، وتخرجوا ديروا مظاهرات وتخرجوا تبكوا وتخرجوا تندبوا، ابا كلك باش يستنى غير نهار العيد باش تذبح، ما لازمش نكونوا هكذا، لازم تكون عندنا كيما يقول لك، لازم تكون عندنا كذلك حنايا فطنه، وتكون عندنا كلمه مسموعه، والله ما راه مكتر منا، ما يخوفك حتى واحد، الشعب الجزائري في فرنسا واحد ما يخوفك، الفو با يخوفوك الناس، ما كاش حاجه تخوفك، والله العظيم شوف انت راك فاقد الثقه في نفسك برك، راك فاقد الثقه في نفسك، راه عندك كل الامكانيات باش تولي سيد قرارك، لكن انت ما عندكش الثقه في نفسك برك، لازم دير الثقه في نفسك وتتقدم شويه، ما انت اصدم، ما تخافش، اصدم، دير دير دير، المهم دير، ما قدرش حاول، جرب اسيي، مش مشكل، غلط زيد عاود، صحح الاخطاء تاعك وديماري، ماهيش مشكل، كل الناس تغلط، كل الناس تغلط ودير اخطاء، مي تصحح الاخطاء تاعك وتمشي، والاخطاء تاعك كي تصحح تقويك، كي تغلط راك تتقوى، مش تفشل، نو، راك تتقوى، تولي قوي، علاش؟ تصحح الاخطاء تاعك. وديماري خرجوا في لي ميم طون، وهذا النقطة حبيت نهضر عليها، خرجوا الفوحة، واش من فوحة؟ خرجوا الفوحة في الجزائر وفي فرنسا، خرجوا واحد الوجوه تاع الفوحة، خرجوا صوفيا بلمان زعما كونكوا غاضها الحال، نايل قتلوه ربي يرحمه ويوسع عليه، وخرجوا الخماج نتاع السفارات اللي بداو يسبوا في الناس ويهدوا
ويخوفوا زعما في مراطعة هيري، هو يهدوا في فلان، يهدوا في هذا، يهدوا في هذا. انا تمنيت صوفيا بلمان، تمنيت لو خرجتي في الجزائر نهار قتلوا جمال بن اسماعيل، تمنيت لو درتوا تاني مسيرة في الجزائر على جمال بن اسماعيل، تمنيت لو درتوا مسيرة على هذاك اللي قتلوه في مخفر الشرطة في وهران، وخاوتنا اللي ماتوا في ألجي، وخونا اللي مات في تبسة قتلوه في الحبس من التعذيب، ومن بعد قالوا له راه طاح تكسر ظهره وتخنق مات. تمنيت لو خرجتوا نهار حرقوا بلاد القبائل وماتوا دي فامي ودي فام دي زونفون، تفحموا قاع تحرقوا ودو جنود ولادنا ماتوا. تمنيت لو درتوا مسيرة تما، تمنيت لو درتوا مسيرة كي قتلوا خونا في عنابة، تمنيت لو درتوا مسيرة كي قتلوا خونا في تنزي واطين ضربوه بالرصاص وخلوه ثم ينزف حتى مات. تمنيت لو خرجتوا كي قتلوا خاوتنا تاع ورقلة بالبوكلة باش يفرقوا الناس سحلوه كاع رحاوه. تمنيت لو خرجتوا في هذيك، تمنيت لو خرجتوا في هذيك وقلتوا كلمة باللي لا علاش اللي طاد دير كيما هاك، الفو با دير كيما هاك. تمنيت على الأقل حاجة باسكو نتوما تحبوا الإنسانية وتحبوا الأخلاق وتحبوا القوانين. نهار كنت يا صوفي بلمان وغيرك ما يهمنيش انا نهضر اون جينيرالمون، مي شفتك انت في لافاساد يلاه. نهار كنت انت في الستاد نتاع الجي تتفرجي في الماتش درجه اولى، وكان جابوك الكاميرا يصوروا فيك، تما الجزائريين كانوا برا يدوا في الهراوه بس ما لحقوش على بي، كانوا يشرو فيه ب 600 الف، واللي مكفرين كانوا يدوا في الخبط من البوليسيه والجدارميه، كانوا يروا في جنوبهم كاع زروقه من الضرب. تمنيت لو درتو مانيفيستاسيون على هادي تقولوا علاش البوليسية ضرب واحد كيما هذا مسكين جاي دي بي. تمنيت لو درتو حاجة كيما هكذاك على جال الجزائر في الجزائر، باسكو راكم كنتو في الجزائر. تمنيت لو درتو حاجة كيما هاك، تمنيت لو درتو حاجة كيما هاك نهار داو عمي بورك عام مسكين داو الحبس. تمنيت لو خرجتو درتو مانيفيستاسيون في الجزائر نهار قتلو طارق صدام ربي يرحمه، وقال لك سيارة غير مرقمة، سيارة غير مرقمة ماشي في الجزائر، وين ما شاك 200 متر كاين باراج، شاك 200 متر كل 200 متر تلقى باراج، وفاتت الطوموبيل غير مرقمة وقتلت طارق صدام ربي يرحمه وتخفت وراح وتبخرت انتروفابل. تمنيت لو درتو مانيفيستاسيون على جال خونا اللي قتلوه مسكين بيه بمرتو بولدو بنتو قتلته لا مارين، كسروا لهم البابور تاعهم القارب تاعهم كسروه وخلاوهم قدام يغرقوا، قال له موت. كي خرج الاخر دار الشهاده تاعو قال لك راهم طلعوا علينا وقال لنا موتوا، داوه للحبس. تمنيت لو خرجتوا في حاجه كيما هكذاك ودرتوا مانيفيستاسيون في الجزائر، ما درتوهاش، جيتوا تشعلوا في النار في فرنسا زعما كونكو غادكم نائل، غادكم نائل. علاه انتوما اللي درتوا المظاهره خرجتوا، انتوما تركبوا الموجه، جيتو تركبوا الموجة بابليس بابليس، جيتو تصحوا في وجوهكم باش تركبوا الموجة برك لا أكثر ولا أقل. انتوما والقتلة تاع نائل سليمان شوز أصل واحد على بالي، معظمكم راهم بني قردون، وين هدرتوا لا لونغ تاعنا وتهدروا اللهجة تاعنا وعايشين في وسطنا وطيبوا الكسكسي وطيبوا الكسرة، بصح ميم شوز كيما القتلة تاع نائل سليمان شوز. نائل اللي خرجوا اي مانيفيستيو ما خرجتوش انتوما باسكو راكم درتو لها ركبتو الموجه، طلعتو تعلقوا في الدرابو تاع الجزائر من ودرابو تاع الجزائر من، ودرتو فيديوهات وبديتو تحلوا في فمكم وتحيا الجزائر. على الجزائر اللي دارت المانيفيستاسيون، انا نقول لكم اخاوتي شكون اللي داروا المانيفيستاسيون على نائل، صحابو برك، صحابو لموا بعضهم البعض، وانا كنت نتبع فيهم نقطه بنقطه، لي جان تاع 17 و16 و18 19 تسمى لي انسيركوي تاع لي جان، ولي جان هادو فيهم كلش، فيهم كلش، فيهم جزائريين لي ريزيدي تما، وفيهم دي فرونسي، دي اني قاعد نقول لك دي فرونسي فرنسيين، وفيهم دي ماروكا، فيهم دي تونيزيا، فيهم دي زافريكان من كل الجنسيات، صحاب ستنكليك تاع 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 دي زونفو كيما نقولوا حنا الشباب لي جان، لي جان لموا بعضهم البعض، وكنت نتبع فيهم هنايا كانوا مدارين لايفات بالتيك توك ويعيطوا لبعضهم البعض ابوني ابوني روجويندرونو روجويندرونو، الحق الحق الحق، ولحقوا الشباب وناتو تحرقت كاع،
باش تجي انت في الاخر تغرس درابو تاع الجزائر وتقول تحيه الجزائر وتحيه عمك تبون. الله يلعنك بيك بتبون، الله يلعنكم بيكم بتبون تاعكم. تبون لي ما خرجش يقول كلمه، ما خرجش فيكم حتى طحان، طحان ما كانش. تبونكم لو كان جاي يخمم في الجاليه وراكم تقولوا تحيه تبون وتحيه مش عمكم تبون، تحبوا تركبوا الموج على ظهر، على ظهر مأساة الناس، على دماء الناس ركبوا في الموجة. ها على الأقل كون راه نقص لهم لي بي باش يروحوا لبلادهم. بي ب 1333 فرون سويس يا خاوتي، من سويسرا من جنيف لألجي 1333 أورو، يعني قرابة 34 مليون سنتيم باش يشري بي يروح للجزائر ويرجع. باش يشري بي لازم يخلص 34 مليون باش يروح يعيد مع ماله في الجزائر. هذا نائل عمره ما راح الجزائر. زيد نقول لك اللي خرجوا، المانيفيستاسيون في باري، لي جون اللي خرجوا 99% عمرهم ما راحوا الجزائر. علاش؟ لان عارفين باللي حاكمها نظام فاسد، عارف باللي الجزائر النظام الجزائري حقار وفاسد. كي يروحوا لومباساد باش يدوموندو الورق تاعهم يعطلوا لهم ويتمسخروا بهم ويزيدوا حكايه حتى اللي يعايروهم يقول لهم انتم ولاد لا فرنسا باش يزيدوا يديروا التفريقه، يقول لهم انتم ولاد فرنسا، يسموهم ولاد فرنسا. شكون اللي سماهم ولاد فرنسا؟ احنا ما سميناهمش ولاد فرنسا، النظام هو اللي سماهم ولاد فرنسا، هو اللي مشي فيهم الكلمه تاع انتم ولاد فرنسا باش يدير التفريقه بين لي ريزيدي والاخرين، ويخلي دايما بيناتهم الحساسيه. باش يخلي دايما بيناتهم الحساسيه كيما دار الحساسيه بين القبائل وعربي وشاوي، دار الثاني بين اللي ريزيدي في فرنسا واللي ماهمش ريزيدي في فرنسا، دار بيناتهم التفريقه باش عمرهم ما يتوحدوا. وهذه الحاجه لازم يفهموها، تفهمها الجاليه في فرنسا لازم تفهموها، خاصه اللي ريزيدي. انا قاعد نهضر معاكم، الفو لازم تكون انتيليجون، ما تكونش حمار. الفو با اتر ان كون انان، الفو با اتر انان، ما لازمش تكون حمار في مخك، ما لازمش تكون حمار. جابوا المرخص والشمايت، جابوهم بداو يحطوهم في لافاساد باش يركبوا الموجه، شغل كونكوا. واش قال لك زعما شغل كونكوا؟ النظام الجزائري هو اللي يحرك الجاليه، هو اللي يخرج الناس، وهو اللي قادر يخرج. يا ما راح نولي اكثر من مراد طاهري، مانيش حاب نطيح الهضره، مانيش حاب نطيح الهضره، بس كلي خرجوا الشعب في فرنسا ماشي النظام الجزائري، ولا علاقه بالحمره والبعره تاع السفارات. حتى لا مارش بلون، لا مارش بلون اللي خرجت، الله يبارك، هاي وين هي لا مارش بلون اللي خرجت، ها ما دارهاش النظام الجزائري، ما دارهاش النظام الجزائري، وما عنده حتى يد فيها، ما عنده حتى يد فيها، ولا علاقة، ولا علاقة خاوتي. هاي 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 الور، هذه لا مارش بلون اللي وصلت ما شاء الله مئات الالاف تاع الناس، مئات الالاف تاع الناس. لازم تعرفوا يا الشعب الجزائري ويا الجالية، ها هاد الناس اللي راهم واقفين تم مش غير الجزائريين، جزائريين ودي فرنسي ودي جاو من كندا، جزائريين جاو من كندا، من المانيا، من كاع لي بيي جاو، حتى من امريكا جاو، من لامريك جاو، من لونجلتير جاو، وزادوا دخلوا في وسط لي فرونسي، بس رافضين الظلم والحقره والطريقه اللي بات بها الطفل، بس كاين الناس يحسوا، مش الفرنسيين كلهم، مش الفرنسيين كلهم تسمى راك تحط بلي الفرنسي كل اعداء، كاين فيهم بزاف دي فرونسي ودي فام اي دي زوم اي دي فامي خرجوا مناصرة النائل، وفيهم دي افريكان، فيهم من كل الجنسيات ومن كل الاعراق. هاد الشعب اللي راك تشوف فيه هادي ما نظمتهاش، ما نظمهاش تبون، هادي الام نتاع تاع نتاع نائل، هي اللي ديكلارات بلي راح تكون مسيرة ان مارش بلون، والناس اللي جن هما اللي بارطاجاو بعضهم البعض في تيك توك وفي وسائل التواصل الاجتماعي، بارطاجاو بعضهم بعض دي زامي،
دي جان عندهم شبكة واسعة، يعرفوا بعضهم بعض بالتيك توك، ومن هنا وانا نعرف هنا تاني في هولندا يديروا لي ميم شوز، خاصة اللي جان تاع 16 و 15 و 16 يجمعوا بعضهم بطريقة غريبة، بحاجة ما تقدرش تتخيلها كيفاش يديروها. في ربع ساعة قادر يلم لك 30 ألف واحد دي جان، غير يكون مشكلة يبداو بعضهم تك 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 يباسيو بعضهم ويتلموا في 15 مينيت 20 مينيت يملك 10 آلاف بنادم دي جان مع بعضهم يتلموا. ماوش تبون وماوش تي يا صوفيا بالمن ولا المرخص اللي يطلعوا في البلاد يشركوا على فامهم زعما كونكو قال لك رانا مناصرين، ما على باش واش مناصرين، واحد كيما هذا واحد كيما هذا السلام عليكم خوتنا تاع الرجالة تاع 58 ولاية، خوتنا نترحموا على خونا العزيز ناي، خويا ربي يرحمك، هكذا يا ليكي دوكا دوكا نروح نقبض واحد يهضر فرونسي، حنسقلوش ليكي من الاخر. هذا راه في الجزائر واش راك فمو؟ ما لا روح قلت بوني نحي الفرونسي ودير لونجلي. كان نحكم واحد يهضر فرونسي نسقلو. تسقل امك. تسقلني الناك. تسقلني الناك. حبيت تسقل روح سقل تبون اللي قال لكم نحي الفرنسي وندير لونجلي، روح سقلو. علاش ما تسقلوش؟ سقلو باسكو هو ديفوا يهضر فرونسي، الوزاره تاعك ديفوا كي يطلعوا يهضروا مع الشعب يهضروا معاه بالفرونسي، النظام تاعك من نهار تركب لودرك راهم يهضروا فرونسي يا اخي، كي يهضروا معنا احنا كشعب يهضروا معنا بالفرنسي كلمه بالعربيه ومن بعد يوليو فرونسي. روح سقلهم ويا روح روح تشوف سقلهم، روح سقلهم. روح سقلهم، روح سقلهم، لا ما تقدرش تسقلهم باسكو خرجت صنافيكي، خرجت حبيت تشوف حرقه منين تحرق برك، هذا هو الهم تاعك، الهم تاعك تاع حبيت يوصلك لفرنسا باسكو راك هضرتها اون فوا قلت كون لقى باسينا نحرق فيها نحرق فيها باسينا. علاش تحرق من دوله اقليميه؟ علاش تحرق منها؟ وبارك الله فيكم كي درتوا هذه المسيره، والجزائريين لازم تخرجوا ديروا مسيره، وانت ما درتش مسيره في الجزائر؟ الناس اللي ماتوا في الجزائر علاه ما درتش عليهم مسيره؟ هذوك ما همش بشر، ما يستاهلوش، ما همش ما همش من ما يتحسبوش على الجنس الانساني، ما يستاهلوش الناس يديروا عليهم مسيره انسانيه. اللي قتلوهم ظلما وعدوانا سواء في عنابه سواء في وهران سواء في الجزائر سواء في بلاد القبائل سواء في الصحراء، اللي قتلوهم ظلما وعدوانا اون بلان بيبليك هذوك ما يستاهلوش باش يديروا عليهم مسيره، والله تحوسوا على حقوق الانسان غير في فرنسا، غير في فرنسا برك لازم تكون كاينه حقوق الانسان، في الجزائر الفوبا ها الفوبا تكون كاينه حقوق الانسان، تما لازم تكون حقوق الحيوان وما لازمش تكون. خرجتوا تبديتوا تركبوا في الموجه وتحيا الجزائر وتحيا الجزائر تحيا الجزائر. شوف اسيدي سمعتهم يهضروا قلبي يحكم راح نتقير، وكانهم هما اللي خرجوا الشعب في فرنسا وهما اللي خرجوا الشباب وهما اللي داروا المسيره وهما اللي راحوا داروا هذيك الكوارث هما اللي داروها شنو هما هما صوفيا بلمان وهاد الخماجات هادو وطالعين في لي لايف ويهضروا ويشاركوا على فمهم ونديروا وندير واش ديروا واش ديروا واش ديروا واش ديروا واش ديروا واش ديروا واش تقدروا ديروا نتوما واش تقدروا ديروا اذا ما سير ما قدرتش واش ديروها واش ديروا. تراه انا معاك 1000 مره درتو مره في في في, في هذيك تاع طوطو وربعت لا لا اللي تسموه الخريه والزبلاوي والخماج هذوك اللي كانوا يضالوا يسبوا، درتو مره تجمع رماتكم فرنسا رماكم في البلاصه وين يخراو الكلاب حاش السامعين، والله البلاصه اللي داوهم ليها خاوتي غير يخرجوا فيها الكلاب يخمجوا، خرجوا فيها الكلاب يخمجوا حطوهم لثما. زيد لو سول فوا اللي خرجوا فيها تعدوا على البنات اللي جاوا معاه من ثم، بنات جاوهم منا ومنا وزعما جاوا زعما باش يمانيفيستيو على جال الجزائر، زعما هما في غرضهم راهم راهم على الاحرار تاع الجزائر، والله غير تعدوا على البنات، والله غير تعدوا على البنات. ومن بعد يا اخي تفضحت كاع في التيك توك ولاو البنات ولاو يقولوا لهم انتم رخاص راكم تعديتوا علينا وتعديتوا على الطفله هذه وتبعثوا في التصاور تاع الخماج وتحوسونا نبعثوا لكم التصاور تاع العرا. هادو هما نتوما اللي درتو، نتوما اللي درتو مالا، نتوما اللي درتو المسيرة تاع اليوم اللي في باريس نتوما اللي درتوها، المسيرة اللي كانت في مارسي نتوما اللي درتوها، الوقفة تاع تاع مدريد نتوما اللي درتوها، الوقفة تاع جنيف نتوما اللي ديروا فيها، الوقفات اللي قاعد يصراو في العالم كامل تاع الأحرار والله ما عندكم فيها ظفر، هذا الظفر والله ما تسعوا فيها، والله ما تسعوا فيها ظفر يا المرخص
والله ما تسعوا فيها الظفر، الظفر تاع الدرابو هذاك اللي يتعلق هذاك المنشور هذاك، والله ما تسعوه فيه غير الاحرار تاع الجزائر، الرجال اللي واقفين عليها والحرار اللي واقفين عليها. مسيرات عند مده شحال درك؟ ربع سنين، ربع سنين، قرابه الربع سنين والمسيرات قاعده تقوم. روح شوف نهار الى خرجت كاش مره قالت لكم تعدوا عليا، والله ما هم هضروا لي هضره عيب، لانهم رجال ما مش حيوانات ماشيين بالغريزه. روح الى تسمعك شويه مره خرجت قالت لكم تعدوا عليا، سواء في الحراك تاع كندا، سواء تاع نيويورك، سواء في تاع بريطانيا، تاع المانيا، تاع بلجيكا، تاع فرنسا، في كل هاد المسيرات اللي يديروها الاحرار. روح لك شو ما تلقى يقول لك راهم تعدوا عليا، راهم الاحرار تعدوا عليا. شكون اللي يتعدى عليهم؟ تاع السفاره، يجوا تاع السفاره يسبوا يطيحوا الهضره ويطرشوا بالحجر ويروحوا كي كلب. خرجتوا تركبوا في الموجه كون كوا زعما غادكم نائل مات، غادكم نائل مات، غادكم نائل كي مات. ما غادكمش جمال بن سماعين، جمال بن سماعين ما غادكمش، ما غادكمش. هذاك ماشي، هذاك ماهوش جزائري، ما يتحسب الجزائر، هذاك مات في بلاد القبائل. ها طارق صدام ما غادكمش، ما غادكمش. طارق صدام مسكين، طارق صدام اللي خلى ولادو يتامى ربي يرحمه ويوسع عليه، ما غادكمش. هذاك هذاك ما يستاهلش ديروا عليه مسيره باش تردوا الجزائر ديمقراطيه وتردوا فيها العداله والقانون. اللي قتل طارق صدام تعاقب، اللي قتل جمال بن اسماعيل تعاقب، ما تعاقبوش يا اخي، خرجنا حتى التصاور تاعهم. وهكذاك وما صرا لهم والو، راحوا جابوا ناس اخرين مسحوا فيهم الخال، مسحوا فيهم الموس وارمي وصاي، حلوا مشكل بمشكل، داروا مشكل باش يحلوا مشكل. كانت عندهم تصفيه حسابات مع تاع الماك، وحنا ماش نقولوا فيهم بلي راه ملاح تاع الماك، راحوا قتلوا جمال بن اسماعيل ثم، وباسم القتل تاع جمال بن اسماعيل، الجريمه تاع قتل بن اسماعيل، لموا هذوك تاع الماك وتخلصهم. قال لك زعما باش نمسحوا هذا، مع ان الرؤوس تاع الماك محميين من طرف النظام الجزائري. المحامي صدام نفس الشيء، خونا تاع وهران اللي قتلوه في السيلونا قال لك راه خنق روحه، خونا اللي قتلوه في الجزائر، الاخر اللي قتلوه في عنابه، خونا اللي صوروه في تينزي واطين في 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 تمرس، قتلوه تيراو عليه وخلاوه ثم ينزفوا راحو خلاوه. يا اخي كانت مصوره بالفيديو، فيديو لايف كاع، تيراو عليه خلاوه مرمي وراحو وراحوا. العالم كله يشهد ان خالد نزار والتوفيق هم مهندسين، مهندسين العشريه السوداء، قتلوا 250 الف مواطن جزائري. يتم تكريمهم من تبون، كرموهم. كرموهم. كرمهم تبون، جا تبونكم كرمهم. هذاك هو اللي يجيب حق نائل، والله ممكن بصح تهضر، ممكن بصح. اللي كان لو كان يبيع في الاكسجين مارشي نوار، ايام ما ايام ما كان الناس الشعب الجزائري يموت اختناقا بالكورونا، يموتوا مخنوقين مساكين. انتوما كنتوا تبزنسوا فيهم الموت وبزنسوا فيها، هذو اللي راح يجيبوا حق نائل. انا نقولها لكم من دركا، نائل ما عنده ما دخلكم فيه، ويعرف يجيب حقه بوحده، وصحابه يجيبوا له حقهم. تصوروا شرسكم، ماكمش انتوما بليزانتيليجون كي اللي ريزيدين تما، ولاد الجزائر اللي رميتهم ثم ونسيتهم، كيما رميتو هذوك تاع يا ربي كيبا على ما اظن، كيبا ولا كان واحد دولة في افريقيا، كيبا على ما اظن، كيبا ولا فيها جزائريين اخوتي نفاتهم فرنسا وقت فرنسا، وقت فرنسا نفاوهم قبيلة كاملة نفاوها، داوها لتما جزائريين. الجزائر مش حابة تستعرف بهم، هذا النظام مش حاب يستعرف بهم اصلا، هما حابينهم جزائريين. هو يقول لك فرنسا نفاتنا، وقت فرنسا جدادنا نفاتهم فرنسا، خرجتهم لكاليدونيا، بارك الله في كاليدونيا. كاليدونيا، كاليدونيا الجديدة، ربي يحفظك. جزائريين، جزائريين ابن عن جد، جزائريين. فرنسا نفاتهم هما، ما راحوش قال لك هذو دوك اللي راهم في فرنسا انتم تقولوا راهم خرجوا بوحدهم، هذوك ما خرجوش بوحدهم، هذيك فرنسا نفاتهم تما. علاش راكم تزلوا فيهم بلي ماهمش جزائريين؟ علاش راكم تزلوا فيهم؟ علاش راكم تبلعطوا فيهم؟ هما حابين يعني حابين يزوروا الجزائر، بلادهم، بلاد جدادهم، وانتم كل مره تقلعوا تقولوا لا هذو ماهمش جزائريين هذو. علاش؟ علاش؟
لانكم مرخص حابين تركبوا الموجه باي طريقه. ارواح برك، وين ما تلقاو وين ما تلقاو الزرده تاع الخرا تجيبوا المغرف وتبداو تلحسوا فيها، وين ما تلقاو الزيك ودخلوا راسكم، وين ما تلقاو الزيك ودخلوا راسكم، طلعوا غير الخبثة الخبيث الخوه. خاوتي نختم، الله يفهم جوني ضياف، ربي يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله، تهلاو في رواحكم، والعشيه نتلاقاو في اليوتيوب ان شاء الله، ربي يحفظكم، السلام عليكم، ربي يبارك فيكم.